الكل منتظر مين هيكون خلف للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. في وكالات في بعض الوكالات قالت ان محتمل ان الابنة الصغيرة او الصغرى صاحبة العشر سنوات للزعيم الكوري الشمالي هي تعتبر الوريث المحتمل لوالدها. ومن وقت ما ظهرت معاه في عدد من المناسبات أثارت الجدل والتكهنات حواليها، ودايما بتوصفها وسائل الإعلام الحكومية بأنها الأكثر حبا أو احتراما. فهل فعلا هتكون هي اللي هتحل محله؟